Ma. اسمتي يسرى ايمان، 27 عام، شوفان بوشر. اخر هذا تنزيل سبوت الاسفل من الموسيقى. قريت في اليونيفرسيتي محمد الخامس في الرباط، وخديت ان دبلوم ديال كالتشر ستاديز اند ميديا، ميديا اند كالتشر ستاديز. من بعد كنت كنقرا ل فاشن ديزاين. قاعده درت واحد عامين ديال انفورماسيون على عامين، ومن بعد تعلمت نصايب الصبابط فواحد سونتر دو كاليفيكاسيون كاين في البدايه. كيفاش بدات القصه؟ هو صراحه انا عمرني توقعت نكون زعما نكون كنصايب الصبابط. حيت ماشي بابا مخراش، ما عندناش كاع في هذه الحرفه في بافاني، يعني غير شفت ما عرفتش توز لايك بحال كنت فودغ وشي حاجه اللي عجبتني بزاف. انا قلت لك بغيت نجربها، غير الكيوريوسيتي ديال انني بغيت نجرب. ملي جربت لقيت راسي عجبتني بزاف وارتحيت فيها. سورتو انا من النوع اللي ملي كنبغي شي حاجه صعيب نلقاها في المارشي، فهمتي؟ باش نشري صباط ولا هذا صعيب نلقى الموديل اللي بغيت. يعني علاش ما نصايبش داكشي اللي بغيت انا؟ زعما داكشي اللي كنشوف، حيت ما حدك تقدر تصايب شي حاجه بيدك، يعني تقدر تبدع فيها، تقدر دير فيها اي حاجه. وشوط في المغرب هاد الدومين شويه ليميتي، باش كيبقاي تعاود لان معلمين ناس واعرين، ناس معلمين هنا كبار بيان سور، سيكونوا في الغالب كبار، ما كيعاودوا نفس الحاجه، كيعاودوا نفس الحاجه. سو حاولت ندير شي حاجه جديده شويه، جيسبر تكون جديده. هو الصراحه دوك الصعوبات ما كانوش كيبان لي صعوبات، هو مشكل الكابيتال. كيفاش تشري ماتيريال، فهمتي؟ انا باقي تنقرا، كيفاش غادي مي الحمد لله اون فوا كدير الخطوه الاولى الله كيبارك. في القضيه اللي كلش كيسولني تيقول لي زعما لو فات انا امراه في الدومين ديال في الدومين ديال الرجال وكذا، واش ما كتلقاش القضيه ديال الناس ما كيبغوا، زعما ما كتلقاش تحس براسك زعما غريب. بالعكس انا واحد الحاجه اللي كنقولها ونعاودها، لو فات انني خدمت في الدومين ديال الرجال من احسن الحوايج اللي درت. في الاول كنت كنقول لا سكسيزم وكذا، و زعما ان الناس غادي زعما غادي يبرس، ما غاديش يخليوك براحتك. الرجال زعما غاديش يبغيو مراه بوسطهم. في الاول كي ما بغاو كانوا دي سيتوياسيون اللي كانوا وقعوا، انني قلت زعما ما حاملينيش، هذوك الناس ما حاملينيش. ما جا دكوفا بار لا سويت انهم بالعكس هازين فوق راسهم وكيعلموني ووريوني و they supported me كلشي. زعما ما حسيتش بداك انني غريبه، بالعكس كنت كنحس براسي بروتيجي اكثر مع الرجال. هو في الاول كان واحد الحاجه اللي الانتقادات زعما اللي جاوني في الاول ديال فاش بديت في هاد الدومين، ماشي انتقادات ولكن داك شي واحد كيجي يقول لك شنو كدير، كتقول له سلام انا شنو كدير في حياتك، كتقول انا خرازه، تقول لك لا بصح شنو كدير خرازه بصح زعما شنو نسو ما عمرش لك العين زعما. سويا مي عرفتي الا كان عندك ان غيف وعندك دي زوبجيكتيف باينين وعارف راسك شنو بغيتي في حياتك، كل اللي صعيب كيسهل. حيت حتى جلاس في الدار وما كدير والو وما عارفش راسك شنو دير وكذا، ولا اصلا داك لو فيد هكذا المطلق اصلا كيضر اكثر من لوفيت انك تعذب في شي حاجه كتبغيها. لي شوسو اصلا عندنا دو زوبسيون في هذوك الكروش. لوبسيون الاولى هي انك هي لا كومبوزيسيون دو شوسو، انا شي واحد يجيب لنا اون شونسون جو مانسبير دو الموسيقى اللي كيجيبو، كنجلسو قهيوه نهضرو كذا 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 باش نقدر نصايب ليهم اون شوسور لي متانسبيري من الموسيقى ديالهم، وكنحاول نادابتيها لا بيرسوناليتي ديالهم. هاد لوبسيون كاينه، وكاينه لوبسيون اخرى ان دي موديل اللي عندنا ديجا في نوتخ باج انستغرام اللي ديجا خدمت عليهم انا
لا بلوبار ديالهم اسبيرو موسيقى تاعهم، ولكن تبقى خسر منهم صافا سيدي 13 بور مو. لي بري ديال 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 لا كومبوزيسيون دو شوسور سي تقريبا 200 250 يورو 240 يورو، على حساب على حساب شي حوايج، مي لا بلوبار في الوقت كتكون هكذا. و لا لو بري ديال ديال لي شوسور العاديين زعما اللي ماشي عاديين، شنو عادي اصلا زعما اللي مليورين ديجا، بين 200 يورو و 220 30، سا ديبون دو الموديل و سا ديبون دو لا بانتور و لي ديتاي بيان سور. الا شي حاجة كتبغيوها كيما كانت، ما تخليو شي واحد يقول لكم شنو ديرو. إذا كتبغيوها ديروا اي حاجه باش تقدروا توصلوا فيها، حيت كما كنقول ديما الله سبحانه وتعالى خلق فينا واحد الباشن، واحد الباشون اللي شي حاجه اللي كنبغيوها زعما نقدروا نديروها بزاف الحب، بزاف ديال 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 الطاقه، ومن من 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 المفروض علينا اننا نلقاو ديك الحاجه. كاين ناس كيلقاوها صغار في 18، كاين كيلقاها في 5 سنين فريمون، كاين ناس كيلقاوها 50 عام 60 عام، ماشي مشكل، هو المهم انك تلقاها شنو ديك الحاجه تقلب عليها، ومن فوق تلقاها تخدم عليها تسقلها، مي المهم تقرا شويه هو القرايه غير باش تحل عقلك وصافي، ماشي زعما انا بغيت ما كانش عمر كانت خدمه فهمتي، بالنسبه لي ما خدمتش في داكشي اللي قريت فيه اصلا، قريت باش غير نحل عقلي باش نفهم باش نعرف شنو كاين. وصنع وانا صراحه كون ما قريتش زعما مشيتش لافاك ما تلاقيتش ناس، كون ما نقدرش نخدم الصنعه كما كنخدمها دابا ان شاء الله. الى كتاب بغيت هذا البروجي يكون انترناشونال، يكون ستورز ديال هذا البروجي باغتو في المغرب ان شاء الله، وتبقى هاد لا مارك بوغ دي جينيراسيون من بعدنا ان شاء الله، ولادنا ولاد ولادنا. شي حاجه ارتستيك، شي حاجه افونغارديست، شي حاجه اللي كتزيد لغه القدام، ماشي غير حيت بالنسبه لي انا السباط ماشي جوست ان برودوي، سي ان برودوي كولتوريل تالمون ارتستيك انه يخليك تفكر، يخليني نزيد بالقدام بلاغ في المغرب. شكرا بزاف. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.